اليوم ان شاء الله وصلنا لو تخوازيام بوا اللي هي لي كاركتير دو شوا دانفيستيسمون ان اونيفيرس يعني ملا تقراو لي كور مع شوا تشوفو هاد لي زونيفيرس الاخرين هما كيدوزو عليهم يعني مكتحسبوهمش حيت هما كومبلكس بزاف معقدين يعني في لافاك كنعتمدو على لونيفيرس سيغتان ولكن قلتلكم اونيفيرس سيغتان باش تعرفو انه في لونيفيرس سيغتان حيت كاين دي بروف كيقولك لي كاركتير دو شوا دانفيستيسمون كيحبس مكيقولش راه في يعني غير باش تفهموا انه كاينين ديزوتغ اونيفير دي. يعني نبداو على بركه الله و قبل ما نبداو هاد لو بارتي كنقول لكم ما تنساوش معنا في لاشين باش تدعمو لاشين احنا معاك و بارطاجيو مع اصحابكم الا شفتو ان هاد الكور مزيان و فيه حاولوا تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد وما متنساش دير واحد لايك يعني كليك بسط بالنسبه ليك كتكليكي بسيط بالنسبه ليك ولكن كنكون دعم كبير بالنسبه ليكيب احنا معاك la il faut les caractères de choix d'investissement, voir l'univers les rois certains. Elle considérer que le cadre de décision est reconnu et que l'avenir est prévisible. Elle est le là, l'univers certain, et elle est l'avenir prévisible, l'avenir est bien, l'avenir stable. C'est bon. Il faut comparer les dépenses initiales et les recettes. Il faut que les dépenses dans de l'investissement et un انيسيال ولا اي زيرو وكنقارنوه بهذيك لو غوسيت لا ندخلوهم التيغيور يعني العام الاول الثالث الرابع هذيك لو غوسيت لا ندخلوهم فداك لانفيستيسمون من بين لي كاركتر اللي كنحسبوهم كاين لافان اللي هو لا فالور نيت لا فان لا فالور نيت هنا كاين اللي كتخلط لهم لا مع لا في ان يعني لا في دي ان ديال لامورتيسمون هنا راه ماشي لا في ان ا هنا راه لا فان يعني لا نت نيت لا النت سي بون يعني هذا اول بارامتر ولا اول كاركتر كاين لو تو انترن دو رونتابيليتي لو تير كاين يعني في ان شاء الله اول فيديو غادي نديرو غير جوج ديال لي بارامتر يعني غنديرو لافان وغنديرو لو تو دانتان دو رونتابيليتي وكاين كذلك لانديز دو بروفيتابيليتي وكاين اخر حاجه غادي نشوفها في هذه البارتي اللي هي لو دولي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيسي يعني هاد لي بارامتراج كيصلحوا كيكون عندي واحد لانفيستيسمون أ أو كان يكون عندي واحد لانفيستيسمون بي, بي, بي يعني يكون عندي جوج ديال لانفيستيسمون كنحسب هاد لي بارامتر أو انطلاقا من هاد لي بارامتر كنقدر نقرر ندير لو شوا اللي هو إفيكاس ولا لو ميور شوا باش أنا نختار المشروع اللي هو غونطابل باش نشوف شكون اللي المشروع اللي مزيان مشروع المشروع أ ولا مشروع بي يعني دابا الناس مكيديروش المشاريع أليطوا ماشي عن الله زعما كيمشي كيدير على مولانا وصافي

Achener à actualiser après une demi-lieue de semaines sur la durée de vie de l'investissement et le montant de capital. Il y a une action. La vente roi les cash-flux actualisés au cas où solaire l'investissement au cas où solaire l'investissement. Il yani, y a une annulation que ça oui moi l'investissement initial. Il yani, y a une date chez le dernier l'investissement floule. Zaid. يعني هنا كاين في ديجا زائد هنا وكاين ناقص هنا هاد بدنا لهم البلايص رجعنا هذا لهنا ورجعنا هذا لهنا يعني, <متبع> يعني موان لام انيسيال بلس لا سوم ديال لي كاش فلو اكтуаليزي يعني كان عندنا لي كاش فلو كما حسبناه في هذاك الفيديو اللي فات هذا هو لي كاش فلو اللي حسبناه ولكن دابا درنا ليه لاكтуаليزياسيون درنا ليه لاكтуаليزياسيون بواحد لو طو داكтуаليزياسيون بواحد لو طو داكтуаليزياسيون نيجيو التمرين ايبان البلان يعني ملي كنحسبو هاد اد تي أد, كنحطو فيه لو طو داكتواليزاسيون العام الاول كنحطو هنا ناقص واحد العام الثاني كنحطو ناقص جوج العام الثالث ناقص ثلاثة العام الرابع ناقص خ... أربعة العام الخامس ناقص خمسة هنا اي موان زان هنا ملي كنحسب هاد لافان و كنلقاه كنحسب لافان كنلقاه اون كاركتير دو روجيت بارتو دو بروجي دون ايلي نيجاتيف يعني اي بروجي لقينا فيه لافان نيجاتيف تلقى فيه لا فالور نيت

يعني شوف لي بيزود نيمورو 3 و حسب حتى لي كاش فلو ف لا دو باقي ما شفتيش لي بيزود نيمورو 3 تبع حتى تلقى لي كاش فلو حيت في الفيديو اللي فات حسبنا حتى لهنايا كيفاش نلقاو لي كاش فلو كيفاش نطلقنا من الشيفر دافع حتى لقينا على كاش فلو باش ما نعاودوش نطولوا لكم في الفيديو زعما نديروا التكرار ديال بزاف ديال الحوايج باش نلخصوا لكم الكور ابري غادي ندير لكم دي زيكزرسيس اللي هما ديطاي ان شاء الله يعني في داك لي بيزود 3 حسبنا تلقينا لي فلو كيفاش كنلقاو لي كاش فلو اكтуаليزي le cash flow actualisé qui me comme le cash flow a le cash flow a que et cas le fois 1 le taux d'actualisation, le taux d'actualisation le taux d'actualisation est 10 a d'actualisation, c'est bon, il y a un, le cash flow كنضربوه فواحد زائد لوطو داكطويليزاسيون 10% يعني اشمن كيت على 10% هي 0.1 يعني هي 1.1 واحد واحد فوا ان اس اي يعني هنا العام الاول يعني غنديروا 1 يعني 58.8 ف1.1 اس ناقص 1 اس ناقص ماشي اس واحد اس ناقص 1 لا نحسبوها تعطينا هي 55.72 كذلك العام الثالث نفس الشيء غادي نديروا 62 فاصلة ثمانية فوا واحد فاصلة واحد أس ناقص جوج هنا غادي هاد لا فوا واحد فاصلة واحد أس ناقص ثلاثة حتى كنوصلو للعام الرابع تا هو غادي نديرو هاد لو هو ثلاثة وخمسين واحد فاصلة واحد حيت عندنا واحد زائد زائد فاصلة واحد يعني واحد فاصلة واحد أس ناقص ربعة وغاتعطينا لي كاش فلو أكتواليزي نفس الشيء العام الخامس هاد لو كاش فلو كنضربوه في واحد فاصله واحد اس ناقص خمسة عطاتنا لو كاش فلو اكطواليزي يعني ملي نلقى لي كاش فلو اكطواليزي كنجمعهم كنجمعهم كنجمع هذا وهذا 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 كنجمعهم كاملين ياك كندير لو سوم ديالهم ولكن انا يعني باش ما ننساوش باش ما تلفوش الا رجعنا هاد التمرين هاد سميتو اللي عندنا عندنا لو طابلو اون ملي دو درهم يعني بالالف يعني هادشي اللي لقينا راه 1000 درهم ماشي هادشي اللي لقينا دابا 55 فاصله نسميها خاص نضربوها في 1000 باش تعطينا لا فالو ريال حيت عندنا يعني ديجا الطابلو بالالاف سي بون يعني كنا ان لافان هو لافيسيسمون انيسيال هو لافيسيسمون انيسيال زائد لا سوم دي كاش فلو اكتواليزي لا سوم دي كاش فلو اكتواليزي الا بغينا لافيسيسمون انيسيال رجعنا للتمرين لافيسيسمون انيسيال هي 160 الف يعني عندنا يعني واحد الماتيريال اللي القيمه ديالها 160 الف درهم سي بون يعني انا الانفستيسمون ان سالا يا 160 درهم. ناقص ناقص. درب 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 دربتهم. دربتهم الف درهم كنديروا عليها ناقص حيت عندنا ناقص و وكنديروا له الصوم ديال لي كاش فلو اكتواليزي هادو لو صوم ديال لي كاش فلو اكتواليزي ضرب ضربتهم عفوا ضربتهم في 1000 حيت عندنا داك طابلو بالالاف باش نرجعوا يكون عندنا الحساب مريقل ملي غنحسبوا بلا كالكول عطاتنا لافان هو 83 83850 درهم سي بون هذا بالنسبه لافان نمشيو دابا البارامتر الثاني اللي هو لو طو انترن دو رونتابيليتي

le taux interne de rentabilité et le taux par lequel la valeur actuelle nette est nulle c'est à dire que si le taux rentre avec le montant d'investissement et les cash flow par le même investissement c'est à dire que l'investissement est la somme du cash flow ce caractère que l'on peut considérer comme le TER c'est un caractère de rejoute, c'est à dire que chaque projet est réuni mais pas déroulé

يعني حيت ما عندناش شي ميطود ولا شي علاقه باش نحسبوه اشنو كنديروا مثلا في التمرين يعني أه ما كيعطيوناش هذا الشيء ديال ستاش ما كيعطيوش لينا يعني هذا الشيء لتحت ما كاينش هذا الشيء اللي فيه هنا ما كاينش ما كاينش هذا الشيء كيعطيك التمرين كتحسب لي كاش فلو ديالك هذا غير اكزومبل باش تفهموا كيعطيك لي كاش فلو هما هادو انت كتحسب لي كاش فلو اكطواليزي انطلاقا من هادو بواحد لو ديال 15% يعني باش نحسب الكاش فلو اكطواليزي ديال 100 اشنو غندير كندير 100 فوا واحد فاصلة خمسطاش حيت عندي واحد زائد صفر فاصلة خمسطاش يعني غتكون عندي مية فوا واحد فاصلة خمسطاش أس ناقص واحد و غتعطيني هي سبعة و ثمانين غنحسب لي كاش فلو أكتواليزي من بعد غندي ندير الكوميلي هدا كيعطينا هو لافال علاش هدا لافال حيت عندنا هدا هو لانفيستيسمون يعني الانسان بقينا كنقصو هدا كتعطينا هدا نقصو هدا كتعطينا هدا نقصو هدا كتعطينا هدا نقصو هدا كتعطينا هدا ونقصو ليه هذا كتعطينا عليه هنا هذا يعني عندنا بحال قلتي لافيسيسمون انسيال نقصنا عليه لو سوم ديال لي كاش فلو تعطينا لافان هي 13 عندنا لافان في التمرين كتكون عندك بوزيتيف انت خاصك تقلب على واحد لو طو داكتواليزاسيون اللي كيكون سوبيريو على هاد لو طو اللي عندك باش تعطيك واحد آه لافان اللي هي نيجاتيف هنا راه قريبا عندنا 16 حيت واحد ليكزومبل اللي هو ديجا باين قلبنا عليه حيت عندنا يعني سطاش انت المهم الا عندك خمسطاش كتحاول تشوف هداك لوطو اللي كبير على هاد لوطو ويعطيك هنا في لافان نيجاتيف يعطيك لافان نيجاتيف يعني كتلقاو مثلا كنجرب سطاش تمنطاش كنجرب ملي كنلقى هاد لوطو اللي, اللي كيعطينا نيجاتيف مزيان صافي ملي كنلقى كيكون عندي نيجاتيف مزيان كنمشي كندير لانتربولاسيون لينيير يعني عندنا ان لوطو انترن لوطو داكتواليزاسيون خمسطاش كيعطينا تلطاش يعني, يعني خاص واحد يعطينا لافان بوزيتيف واحد يعطينا لافان نيجاتيف خمسطاش كتعطينا لافان بوزيتيف اللي هي تلطاش سطاش كتعطينا لافان نيجاتيف اللي هي كما سي بون كيما لافان بالنسبة لخمسطاش كتع- هي تلطاش لافان بالنسبة ل لسطاش هي ناقص تنين كيفاش كنحسب لا تي ار كناخد لافان اللي كيعطيني بوزيتيف كنحطو هنا اللي كيعطيني بوزيتيف كنحطو هنا زائد وكنمشي انا كندير لافان اللي كيعطيني النيجاتيف هذا يعني 16 ناقص 5 يعني تعطينا هنا 1% يعني شنو هي 1% يعني 0.01 غتعطينا هنا 0.01 وكنضربوا فوا هذاك المونطو اللي هو بوزيتيف هذاك المونطو اللي هو بوزيتيف اللي كيكون عندي هنا بوزيتيف كنقسموا على البوزيتيف بلس لا نيجاتيف يعني انا كندير حيت ديجا دي عندنا ناقص ناقص داكشي علاش كتكون عندنا هنا زائد يعني

الى استفدتوا في على صحابك بارطاجي معاهم باش يستافد و على راسك وكليكي على ابوني باش ان شاء الله تشوف بيزود بيوز... ديال لا أه... كنتمنى لكم التوفيق بون كوراج لي عندكم واللي عنده شي ولا شي حاجة في هذا الفيديو يحط لنا السؤال في الكومنتار يتواصل معنا عبر أه... لا فيسبوك احنا معاك